لا يمكن اعتبار العملية السياسية هي عملية الانتقال السياسي أو ذات إعلامية، بل هذا موقف الأصل كاملة بكل مؤسساتها وعضواتها وحاضنتها تتمسك به، ولا أي وسط مفاوض إلا أن يتمسك بالقرارات الأممية، القرارات المهمة لعملية انتقال سياسي كاملة. عملية الانتقال السياسي هذا مفسرة ضمن القرارات الأممية وفي دباجتها بالقرارات المتصلة ذات الصلة والتي تقضي بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، والتي لطالما راوغ الروس بمؤتمر هنا مؤتمر هناك من أجل الهروب والانتفاض على هذا التوصيف الدقيق. هيئة صلاحيات تحدث كاملة الصلاحية، هيئة حكم كاملة الصلاحية، وبشار الأسد موضوعه هو أفراد الحكم وأفراد الأجهزة الأمنية لديه، يجب عدم التنازل عن إحالتهم كمجرمي حرب إلى محكمة الجنايات الدولية أمام عشرات التهم المثبتة التي تحاول أيضا روسيا تعطيل أي قرارات أممية لإدانتهم بها. يعني سيد علوان، برأيك ما هو موقف الفصائل المسلحة في سوريا من المحادثات مع النظام، مع العلم أنه يعني فينا نقول أنه باتت محصورة جدا في نقاط معينة منها الغوطة والتنف أيضا؟ نعم، دعني أكون صريح معك. بالسؤال عن الفصائل العسكرية، فأنا أتحدث بشكل رسمي باسم فيلق الرحمن. فيلق الرحمن هو أكبر فصيل في الجيش السوري الحر، هو القوة الكبرى في الغوطة الشرقية كما تفضلت، القوة المنطقة المتبقية فاعلة في الثورة السورية. فيلق الرحمن لم يدعى إلى اجتماعات الرياض، وهناك يعني خلل كبير حدث في الاجتماعات كما أشار تقريرك للسيدة سميرة المبيض أو غيرها، مثلا محافظات ومشادات على الكراسي وعلى الأماكن. يعني أستاذ فيلق الرحمن مدعوم تركيا، وتركيا يعني مؤيدة للنظام والمحادثات أيضا، يعني بذلك يعتبر لا حول لكم ولا قوة. يعني سيدتي، أنا وجودي في تركيا في اسطنبول الآن لا يعني أن فيلق الرحمن مدعوم تركيا. تركيا تدعم الشعب السوري، تدعم القضية السورية العادلة، تدعم رفع المعاناة عن الشعب السوري، ولا تدعم فيلق الرحمن. فيلق الرحمن الآن هو أكثر الفصائل الذي خاض المعارك مؤخرا في الغوطة الشرقية وعلى مستوى سوريا، معارك صمود في جبر وعين ترما. هو غير ممثل في الهيئة العليا للمفاوضات أو في مباحثات. يعني أستاذ ما نشاهده على الأرض الآن أن تركيا تتعامل مع جبهة النصرة وإضافة إلى فصائل أخرى. يعني سيدتي، الملفات المعقدة في الشمال السوري وملف يعني ليه المقصود ليس كل الشعب التركية إلى إدلب. نعم، ملفات معقدة كدخول القوات التركية الحليفة إلى الشمال السوري جرت بتفاهمات إقليمية ربما كان التشاور فيها ما بين روسيا وإيران وتركيا، طبعا بالتفاهم مع النظام وإيران. أستاذ علوان، يعني هو طبعا 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 هو الجانب الإيراني، العدو الإيراني والروسي هما الآمر الفعلي، الآمر الناهي من قبل قوات النظام. يعني نحن عندما يجتمع الجانب التركي الحليف لنا مع الجانب الروسي والإيراني، أستاذ علوان، نعتبر أنها مفاوضات. أين يكون الشعب السوري يعني في هذا الموضوع؟ تمام، الآن سألتيني أنت عن الغوطة الشرقية، والغوطة الشرقية بعيدة عن كل هذه التجاذبات التي نذكرها عن الشمال السوري وعن المحالفات الإقليمية وغير ذلك. موقفنا نحن في فيلق الرحمن وحاضنة فيلق الرحمن من أهالي الغوطة الشرقية ومؤسساتها الثورية، موقفنا هو الصمود والصمود والصمود أمام هذه المراوغة وهذه المسرحيات المسمات مؤتمرات دولية ومؤتمرات إقليمية وغير ذلك. أستاذ علوان، هذا فقط الغوطة، ولكن ماذا عن باقي أجزاء سوريا؟ سيدتي، يعني أنا ممثل لفيلق الرحمن، وفيلق الرحمن موجود في الغوطة فقط. تمام، الغوطة اليوم هي رأس حربة الثورة السورية. طبعا المناطق المحررة في الثورة السورية كلها أعضاء لجسد واحد هي الثورة السورية، لا يمكن أن نهمل طبعا التواصل مع باقي الفصائل وباقي المكونات الثورية وباقي المناطق. أستاذ علوان، سؤال آخر بعدنا على مقاطعتك. نعم. هل أنتم يعني مع جنيف والمحادثات مع النظام؟
نحن كنا مشاركين سابقا في جولات جنيف السابقة. نحن مع إلزام النظام بالحل السياسي القاضي بالانتقال السياسي الكامل. نحن صدمنا كما يصدم الشعب السوري كاملا بالتحاضر الدولي. نحن غير مشاركين إسقاط النظام الآن، نحن غير مشاركين في جنيف، لم يعد موجودا يعني ضمن أهدافكم أنتم. التفاوض في جنيف أو في غيره صديقتي، النظام لم يعد موجود. التفاوض في جنيف أو في غيره مع الروس، وعندما يجلس التركي مع الروسي كدول إقليمية حليفة فهم يتفاوضون فيما بينهم على الملف السوري. للأسف المسألة السورية اليوم أصبحت مسألة دولية، مسألة شديدة التعقيد. التأثير السوري إن كان بجانب إن كان من طرف العدو الأسدي أو إن كان قوات الثورة السورية، التأثير في المسار السياسي من قبل السوريين ضعيف جدا جدا. المسألة دولية ولها أبعاد إقليمية أخرى شديدة التعقيد. المهم أن هناك حل سياسي يجب أن لا يضيع في المراوغات الروسية هنا وهناك. يجب أن تحتفظ جميع المؤسسات الثورية بأهداف الثورة الحقيقية، وأن يصمد الثوار على الأرض، ولا بد من أن يمثل الثورة الموجودون حقيقة على الأرض الذين يمثلون الشارع السوري. وهذا للأسف اليوم بعيد يعني عن تمثيل الثورة إن كان في المؤتمرات الإقليمية أو الدولية أو المفاوضات في جنيف. إذن بذلك ستكون المفاوضات بين تركيا وإيران، والشعب السوري بذلك يكون له لا حول ولا قوة. طبعا أشكرك أستاذ وائل العلوان، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.